السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم العنود أو عنودي إكس أو. اليوم إن شاء الله راح أتكلم عن قصة لعبة دارك ديسبشن، لأن شفت كثير في الخاص قالوا لي تكلمي عنها، وبرضو سويت تصويت بينها وبين والتر سوليفان، لكن حتى والتر ما راح أسحب عليه، بس قلت بشوف إيش اللي أبدأ فيه أول. وحابة أشكركم مرة مرة على وصولي لأربعة آلاف مشترك، مرة مرة شكرا لكم، وهالشي مرة أسعدني. وقصة اليوم احتمال كبير انها تكون جزئين، يعني راح اتكلم عن وحوش معينة في الجزء هذا، وفي الجزء الثاني بتكلم عن الوحوش الباقية يعني، بس ماني متأكدة. انا اول شيء بشوف رايكم في اللعبة ورايكم في القصة اذا تبون جزء ثاني او لا. فقبل لا نبدأ لا تنسون اللايك والسبسكرايب والشير للمقطع، وجيبوا اي شيء تاكلونه عشان تستمتعون معاي بالقصة. ويلا نبدأ. دارك ديسبشن هي لعبة رعب متاهة من منظور شخص أول. القصة بكل اختصار هو أننا محاصرين في عالم من المتاهات الكابوسية مع امرأة غامضة واللي اسمها بيرس، وأملك الوحيد في البقاء على قيد الحياة هو أنك تلقى طريقة للهروب، وغير كذا ما في مكان تتخبى فيه أو حتى تلتقط فيه أنفاسك، يا أنك تركض أو تموت، فالخيار خيارك. نجي الحين لقصة الوحوش اللي باللعبة. نبدأ بأول شابتر وهم القرود القتلة. هم من الأعداء الرئيسيين ويظهرون في أول شابتر واللي اسمه مونكي بيزنس. تظهر القرود القتلة على أنها قرود مجسمة، وقصدهم بمجسمة زي المجسمات اللي التماثيل هذه اللي تجيكم راسها كبير وجسمها صغير، في نوع من المجسمات كذا يصير شكلها، فهم قالوا انها تشبه المجسمات هذه. نلاحظ انهم يفتقرون الى الايدي واللي تم استبدالها بشفرات كبيرة او سكاكين دموية على اكمامهم، ولهم رؤوس اكبر من اجسامهم البشرية مثل ما قلت لكم قبل، عشان كذا قالوا انها زي المجسمات. برضو لهم افواه مليئة باسنان دموية حادة، ولهم عيون كبيرة خرازية مع خطوط وردية على عيونهم، والعين اليسرى نشوف انها عين كسولة او مثل ما نسميها فيها حول، على عكس القرود الحقيقية فهي تفتقر تماما للذيل. ونلاحظ ان على ظهورهم مفاتيح تحريك كبيرة، فهالشي يوضح لنا ان ممكن تكون قرود آلية. من ناحية الملابس فهم يلبسون زي احمر وقبعة حمراء مع بنطلون رمادي على الجزء السفلي من الجسم. ايضا القرود القتلة من ضمن الوحوش اللي تعرف مكان وجود اللاعب. نجي الحين للخطيئة اللي خلت الوحوش كذا. القرود هذه بالأساس كانت أرواح بشرية وقتل عنيفين في الحياة الواقعية، وتخلوا عن إنسانيتهم لرغبتهم في القتل، واختاروا أنهم يكونون وحوش ومعذبين. فالقرود هذه هي كائنات عنيفة متعطشة للدماء ولها رغبة في القتل، وتطارد ضحاياها بلا هوادة لين يصلون لهدفهم ويقتلون الخصم. فالقرود ذي هي مظاهر للخطيئة اللي سووها وهم بشر، وأيضا تمثل كيف قتل دوغ عائلته سواء عن قصد أو لا. وبالنسبة للفندق فهو يمثل خيانة دوغ لزوجته، وغير كذا القرود تحت استعباد ملك، عشان كذا هم يحمونه عن طريق حماية القطع الجوهرية والحفاظ على قوته الأبدية. بالنسبة لخطيئتهم فما وضحوا إيش هي الخطيئة. نجي الحين للشابتر الثاني واللي راح نقسم القسمين. الأول واللي اسمه أغاثا، وهي من الأعداء الرئيسيين، وهي العدو الرئيسي والمدير النهائي في مستوى Elementary Evil. أغاثا فيها تشابه قليل مع الطفل البشري، ولها عيون سوداء وابتسامة كبيرة مليئة بأسنان فاسدة مقترنة بندبة سوداء وعلامات على خدودها توصل إلى أذانيها. أيضا لها شعر أسود، وغير كذا نلاحظ أن أغاثا ما لها حواجب. تتمثل الملامح الرئيسية لأغاثا في يدين وأصابعها الطويلة بشكل غير طبيعي، غير الأظافر السوداء الطويلة اللي تشبه المخلب تقريبا. من ناحية الملابس تلبس فستان أسود بشكل عام ممزق لين ركبتها، وتحت الفستان بلوزة بيضاء مطرزة بالأسود. نلاحظ أن أغاثا حافية القدمين تماما باستثناء ساقها اليمين، واللي نشوف أنها ملفوفة في شراب بيج يشبه الضمادة، وأيضا ممكن يكون جبس وليس جورب أو شراب. أيضا أغاثا فمها يتحرك مثل الدمية ولا تعاني من إعاقات مسموعة في الكلام، يعني تقدر تتكلم براحة. على الرغم من وجود ابتسامة أسنان دائمة إلا أنها تقدر تغلق فمها بالكامل حتى لا تظهر أسنانها. برضو نلاحظ أن أغاثا تستمتع مرة بتعذيب الآخرين. نجي الحين للخطيئة اللي خلت أغاثا كذا. أغاثا هي شبح فتاة صغيرة بريئة
أفسدها غضبها وحزنها على تجربة مؤلمة في حياتها. تمثل أغاثا الغضب لأنها ابنة الخادمة اللي ضحت فيها بيرس من أجل طقوسها ومن أجل رغباتها الأنانية، فبسبب هالشيء الغضب أفسد روح أغاثا، وهو اللي يفسر كراهية أغاثا لبيرس، فأغاثا تمثل خطيئة الغضب والكراهية. نجي الحين للقسم الثاني من الشابتر الثاني، واللي هم مراقبين الذهب أو الجولد ويتشر. هم أعداء رئيسيين في اللعبة، وهم عبارة عن تماثيل مصنوعة من الذهب، ويلبسون في الغالب زي رمادي أنيق. للوهلة الأولى نلاحظ أن ملابسهم كأنها ملابس قراصنة، لكن بالأساس هم أرستقراطيين أثرياء من القرن 18، والدليل القبعات الثلاثية اللي يلبسونها. يعتمد سلوكهم على التخويف، يعني نظامهم زي لما أحد يخرشك ويقول لك بو، ويتحركون بسرعة هائلة لما ينظر اللاعب للجهة الثانية، وقصدي باللاعب اللي هو دوغ. أيضا نلاحظ أنهم لما يمسكون اللاعب راح تتغير ملامحهم وتنفتح أفواههم لآخر حد بشكل مرعب، وبرضو نشوف أن معاهم زي الفؤوس. نجي الحين للخطيئة اللي خلت هالوحوش كذا. الجولد ويتشر هم أرواح البشر الجشعين اللي تمت لعنتهم، وهم الآن يتم تجويدهم في مكانهم طول الوقت من خلال الذهب اللي حبوه كثيرا في حياتهم. من الممكن أن يكون سبب عنفهم تجاه دوغ ناتج عن الرغبة في الاستمرار في حماية ثرواتهم من الناس اللي يعتقدون أنهم بيسرقون ذهبهم، لأنهم كانوا أشخاص سعوا وراء الثروة لاستعبادهم لأي شيء يبغونه، لدرجة أنهم في الحياة الآخرة ضحوا بإنسانيتهم في مصهر شيطاني فقط تاركين القشرة الذهبية المجوفة كتمثال بينما تحترق أرواحهم إلى الأبد في الثروة اللي يطمحون لها. فالجولد ويتشر يمثلون كيف أحب دوغ ثروته أكثر من عائلته، وأيضا يمثلون رهاب النظر أو الخوف من أن تراقب، وبرضو يمثلون الخوف من الذهب، وأيضا هم من ضمن الوحوش اللي تعرف مكان وجود اللاعب دوغ، وهم يمثلون خطيئة الغرور والجشع والطمع. نجي الحين للشابتر الثالث، واللي برضو راح نقسمه لقسمين. القسم الأول اللي هو البطة، وهي عدو رئيسي باللعبة. تظهر البطات على شكل عوامات كبيرة مصنوعة من مادة صلبة تشبه البلاستيك، بأجنحة مستديرة قصيرة وفك مع أسنان بشرية فاسدة وعيون كبيرة مجوفة غير متناسقة. لها فكين سفليين يمدي تستخدمهم للدوران والفتح والغلق. أجسامهم مليانة وصاخة وعيوب بسبب أنهم يطفون في مياه الصرف الصحي. برضو يلبسون أقماع مرور قذرة على رؤوسهم زي القبعة. نشوف أن في داخل فمهم زي الشريط الفولاذي واللي يسمونه بالزنبرك الميكانيكي، متصل براس بطة كروية أصغر، ولها أسنان حادة حتى مناقيرها أطول وأضيق. نلاحظ أن يوجد تحت أجسامهم حفرة كبيرة وطالع منها سيقان نحيفة مرة وبشعة وفاسدة، وهالأرجل تستخدمها البطة للتنقل حسب مكان دوغ وعلى حسب نشاطها. طبعا البطة تعتبر كسولة، لكن لما يطلب منهم ملك أو دريد داك أنهم يطاردون دوغ فهنا أنجو بحياتك. برضو لما يطاردونك راح يسدون بعض المسارات عشان يعيقونك، فوقتها تظهر حقيقتهم، وهي أنهم ساديين وعدوانيين ومتعطشين للدماء، ويطاردون دوغ بلا هوادة. إذا قرب منهم في أي وقت يتمكنون فيه من القبض على دوغ راح يسعقونه أو يقتلونه، فيغتنمون الفرصة للسخرية من دوغ بالرقص والدجل. نجي الحين للخطيئة اللي خلت هالوحوش كذا. البطة بالأساس تحتوي على أرواح الكذابين والمخادعين الفاسدة، أو أي شخص له نوايا خبيثة وراء واجهة بريئة، فهم في المجاري وإن تركوا فيها لين تعفنوا، والحين صاروا مخلوقات مخادعة مثل ما كانوا في حياتهم الواقعية. فالبطة تمثل نظرة دوغ لزوجته وبنته على أنهم معيبين ولا يطيقهم بسبب اضطراباتهم العقلية وإعاقتهم، فهم يمثلون خطيئة الكسل. نجي الحين للقسم الثاني من الشابتر الثالث، وهو المهرج غريملينز، وهو عدو رئيسي في اللعبة. المهرجين غريم عبارة عن مخلوقات بشرية صلعاء صغيرة لها سمات المهرجين العامة. لهم رؤوس كبيرة مقارنة بأجسامهم، وعيون صغيرة جدا وأسنان حادة. رؤوسهم بيضاء بالكامل، ولهم عيون صفراء ويضعون أحمر شفاه. أيضا توجد خطوط سوداء أسفل عيونهم. المهرجين يلبسون ملابس داكنة مع خطوط باهتة، وأيضا قبعة سوداء مدببة مع شريط أبيض، وبرضو لهم أنوف حمراء كبيرة ويدين فيها مخالب صغنونة. حقيقة المهرجين هو أنهم مخادعين ومزعجين وفوضويين ومضطربين نفسيا، لكن بحس دعابة مرعب للغاية.
وهم يسوون كل هذا عشان تسليتهم الخاصة، يعني يمسخرون الشخص لين نفسيته تصير زفت عشان بس هم ينبسطون. برضو نلاحظ انهم يضحكون باستمرار بشكل هستيري ويصدرون اصوات رطانة غير مفهومة عشان يستفزون اللاعب اللي هو دوغ بلا هوادة. وغير كذا المهرجين مو بأذكياء بما يكفي عند مقارنتهم بالوحوش الثانية. نجي الحين للخطيئة اللي خلت هالوحوش كذا. المهرجين هم أشخاص مخادعين وخبيثين وبائسين، يحبون التصيد للآخرين وأمضوا حياتهم في عداء واستفزاز الآخرين بفخر ملتوي والتسبب في البؤس للآخرين مجرد مصدر تسلية لهم. المهرجين يمثلون خطيئة الشهوة لأنهم جبناء وخسيسين، والمهرج غريم هو تمثيل لدوغ نفسه وكيف كان أحمق لتخليه عن عائلته اللي أحبها رغم أنانيته، وأيضا يرمز لاعتقال دوغ اللاحق لسوء السلوك الجنسي. فهم يرمزون مجازا إلى قسم الشرطة اللي كانوا يحاولون يلحقون دوغ بسبب أفعاله الإجرامية، فسيارات المهرجين تمثل سيارات الشرطة. إلى هنا حبايبي وصلنا لنهاية القصة، أتمنى أنكم استمتعتوا معاي، ولا تنسون اللايك والسبسكرايب والشير للمقطع، واكتبوا لي برضو إذا تبون جزء ثاني وتبون أتكلم عن باقي الوحوش الجديدة. وبس أشوفكم في المقطع الجاي، مع السلامة.